اليوم جيتكم بواحد الوصفه، فهي واحد التحليه بارده اللي كتجي رائعه يعني شكلا ومذاقا. هاد الوصفه هذه كتحتاج عندنا انا غندير هاد بيمو، هذا اللي خديته يعني هو رخيص ماشي غالي، خديته من بيم باكيه فيها 10 ديال القطع، ف 10 ديال الباكيات، فكل باكيه صغيره فيها 9 القطع، فانا غادي نستعمل لان المول عندي فيه 25 سنتيم، فانا غادي نستعمل وفي الاخر نقول لكم شحال درت من وحده. فهذا كيطلع لينا رخيص يعني ماشي غالي. وعندنا ايطرو ديال الحليب، وعندنا جوج ديال الفلون، عندنا فلون شوكولا، وعندنا فلون كراميل. فغادي نديرو حنا غنديرو طبقه بيضاء وطبقه شوكولا. فدابا غادي ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. فهنا عندي جوج معلقات ديال السكر حبيبات او سنيده، غير زوج حيت غنديرو الفلون كيكون حلو. وعندي هنا ثلاثه المعالق ديال النشا الذره او مايزينا، الا ما كانش عندكم تقدروا تعوضوها بالكريم باتيسير. هنا درت ثلاثه المعالق، وغادي ندير فلون شوكولا هو الاول. هاد التحليه راه ساهله يعني كتوجد برمجة العين، تاخذش لنا الوقت بزاف. فهنا غادي ندير هاد الفلون، هذا راه معروف الثمن ديالو يعني دابا بعد ما الخليط ديالنا هانتوما ولا على هاد الشكل هذا، فغادي نخليه دابا جانبا. وغادي دابا ندوز البسكوي ديالي. هنا درت ثلاثه ديال الحليب، ثلاثه ديال الطاشيات بحال هادي، خليت ثلاثه. غادي نشوف دابا غادي ندير الطبقه الاولى، غنديرها في درت هنا قهوه سريعه الذوبان، درت الماء غليان ودرتها. فغادي اللي بغى يدير اللي ما كيحبش يعني النكهه ديال ما كيحبش القهوه يقدر يدير الحليب. دابا بعد ما استفناهم، بعد ما استفنا البسكوي ديالنا، غادي نشدو هاد الخليط وغادي نخويوه على دابا غادي ندير هنا الحليب، غنسطرو غادي نقص منه، ما غاديش نديرو كامل، نقص منه هنا كاس. باش غادي ندير هنا هادي الطبقه غنديرها غير الوسط. هنا عندي غندير غير معلقه عامره ديال السكر، ديال السكر سنيده او السكر حبيبات. عندي هنا جوج معالق ديال النشا، معالق عامرين صافي. وغادي ندير الفلون بلاك هاد الكراميل. نحاولوا اننا نضربوا هذا الشيء حتى هو صافي، غنديروا فوق النار حتى يقاد لينا الخليط، وندوزو نكملوا الطبقات. بعد ما وجد لينا وجدت لينا الطبقه اللي غادي نضيفوا فوق هذه، غادي ندير هذا الكراميل ديال الفلون، وغادي نحرك مزيان لانه تعطي واحد اللذه.
صافي دابا بعد ما حركنا نحاول دابا نديرو الطبقة. بسم الله. صافي دابا بعد ما كملنا طبقة ديال البسكوي غادي نضيف هاد اللي بقى ليا دابا، غادي نحاول انني واخا كتبرد ليكم تتشوفوها لصقات، حاولوا انكم ديروا شي حاجه ديال الخشب، شي معلقه ديال الخشب وكتحركوها بحال هكا صافي كتولي عاديه. صافي غادي نحاول انني نوزعها على الطبقه ديالي كامله. غادي نوزع هاد الطبقة، نحاول أنني نوزعوها مزيان باش نقادوها باش متجيناش يجينا السطح مقاد. نحاول نديرو لها بحال هكا باش تقاد لينا. دابا غادي نعاود نقادها، غادي نديرها في الثلاجه انتوما على حساب، انا غادي نخليها حتى لغد ليه عاد غادي ندير لها الدريساج، يعني غادي نقادها ندير لها الدريساج ديالها ونقادها، وهاديك الساعه نشوفو الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. صافي دابا غادي بعد ما صافي هانا قديتها غادي غطيتها غادي نديرها في الثلاجه، فكنغطيوها بالفيلم اليمونتير صافي وكنديروها في الثلاجه، غنخليها حتى لغد ان شاء الله عاد غادي ندير لها الدريساج ونقدموها ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما بردات لينا التحليه ديالنا هانتوما كتشوفوا في الجلد الشكل هذا. دابا عندي هنايا باش غادي نزينها، للتزيين غادي ندير دانيت كراميل، نحاولو أنا نحركو شويه صافي وتنضيفو على السطح. بسم الله. كنحاولو أننا نوزعو على السطح كامل، كنحاولو نقادوه. بالتذكير هاد التحليه راه هزات ليا 8 ديال العلب ديال البسكوي. غادي نستمروا بحال هكا حتى غادي نكملوا السطح كامل، عاد غادي نكملوا بقيه. دابا غادي ناخذ، خديت الشوكولاته ذوبتها حما مريم ودرتها في كيس بلاستيكي اللي درت ليه واحد الثقب صغيور، ودابا غادي نبدا ندير خطوط على هذا الشكل هذا عشوائيه، يعني مش بالضروره انكم تقادوهم على هذا الشكل. ملي تذوب الشوكولاته كديروا معاها واحد شويه ديال معلقه ديال الزيت صغيره باش ما تقصحش ليكم. التزيين كيبقى اختياري، يعني اي نتوما اي كيفما بغيتو ديرو ليه كديرو صافي. كن هذا الشكل هذا صافي، هاهي التحليه ديالي واجده.
كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، لانها الصراحه كتجي لذيذه. فالتزيين انا درت تزيين جد بسيط، يعني شي حاجه اللي بسيطه. التزيين كيبقى اختياري، يعني اي حاجه تزينوا بها. فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنسونيش باللايك وبالاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. انتم البنات كيف كتشوفوا كيفاش كتجي؟ كتجي غزاله، كتجي لذيذه الصراحه، تستحق التجربه. هانتوما انا كنشاركها معاكم من الطابله وبالصحه والراحه.